وسائل اكثر ملائمه. يعني مصر اللي مليانه ارض صحراويه لا تستخدم الان وارض صالحه للبناء ونعاني من تكدس، مش وارد ان هذه تكون فكره جيده ان انا اشجع مستثمرين واقول له تعالى ابني وهدي لك الارض واخد منك نسبه؟ وعلى فكره احنا بنتكلم على الاراضي، ما بنتكلمش على التنميه اللي حصلت. انت النهارده كمواطن مصري لما تروح 6 اكتوبر ولا تروح القاهره الجديده ولا تروح مدينتي اللي هي موضوع حديث النهارده، بتبقى فخور ان الكلام ده اتعمل. عايزين نفخر بصحراء وعملوه مصريين، والافات مئات الالوف من الـ من الـ من الاسر تعايشت من العمل في هذه المناطق، مئات الالوف من الوحدات السكنيه انشاوها المنميين العقاريين. احنا اختزلنا المنميين العقاريين دول الى موضوع الاراضي. لا دي ناس، دي قاطره من قطرات التنميه وقطرات التشغيل في مصر. ده القطاع اللي في 2008 و2009 و2010 كان معدلات النمو بتاعته من 14 ل 16%. احنا اختزلنا القصه لقصه اراضي. يا ناس اركبوا العربيه وانزل اتفرج على القاهره الجديده، اتفرج على 6 اكتوبر، اتفرج على مدينتي. ولسه عندنا تكدس، لسه عندنا احلام. دول المنميين العقاريين، ده الشغل. الدوله ما بنتش الكلام ده، ده اللي بنوه المنميين العقاريين. لا نختزل الامور ونبخس الناس حقها. طيب انا عايز فخر على فكره، الناس دي اللي عملت الكلام ده انا فخور. ما هو هذا الملف انا عايز وعد من حضرتك واحنا على الهواء ان هيكون بينا لقاء نتكلم فيه مصر. احنا ما اتكلمناش في الحاجات الايجابيه. أيوة. كيف الخروج من ال 6% او 7% اللي عايشين عليهم؟ انت مستقبل انت مصر نتفق كده بعد اسبوعين ثلاثه عشان ما يبقاش أرجوك. يعني لا لا لا، بالعكس ده موضوع مهم جدا واحنا بنتكلم عليه. يسعدني جدا ان انا اتكلم. كيف نصنع نقيم مشروعات جديده؟ ازاي بفكره حضرتك ده نقدر نعمل مجتمعات؟ عايزين نتكلم على الحاجات الايجابيه اللي حصلت في بلادنا. تمام. الاسكان القومي ال 500,000 وحده اللي بيتعملوا وبينتهوا في ميعاد. انا عايز كلمه لشباب ابن بيتك لانهم بيتفرجوا علينا. لا انا هقول لشباب شكاويهم لا تنتهي. لا 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 شكاويهم لا، انا اخدك معايا ونزور المواقع. سيبك لما بتتكلم على 100,000 واحد ان يطلع لك 4 5 6 10 عندهم شكاوي، 100 عندهم شكاوي، 1000 عندهم شكاوي. انما لما تروح تشوف الشباب المصري ده بنى كل الوحدات دي بايده وبفلوسه وبمجهوده، لا ده انا مش فخور بيهم، دول يشرفوا اي دوله. طيب بس ملف ابن بيتك هو واحد من ملفاتنا. انا هجهز لحضرتك بعض الاراء اللي بتقال، بعض طلبات بعضهم. هنتكلم عن اسكان الشباب، هنتكلم عن التنميه اللي تمت ولا احد ينكرها، ونتكلم على التنميه ونتكلم على اللي تم في كل مشروعات اللي اتعملت في الوزاره. هنتكلم كمان ازاي نخرج من الوادي الضيق ده، مهم جدا لان ده ونتعامل مع مشكلات القاهره والكلام اللي هو بقى يهم الناس فعلا. ثلاث اسابيع بالظبط حضرتك هتكون ضيف ان شاء الله باذن الله. رجعت باذن الله. بشكر حضرتك جدا ونورتني، واتمنى يكون الساده المشاهدين الرؤية بقت مكتملة واضحة عندهم في مجموعة من الملفات اللي استنزفتنا، ولدينا الأهم اللي نتكلم فيه. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا استاذ خيري. شكرا. بعد الفاصل نبض الكلام مع ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله كمال، رئيس تحرير مجلة وجريدة روز اليوسف.